أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بيكم زائد مرحبا في مادة الجبر. هنكمل الدرس بتاعنا اللي هو حاصل الضرب الديكارتي. هناخد حاجة اللي احنا خدناها قبل كده اللي هو التقاطع والاتحاد والفرق. فاكر زمان لما كنت بقول لك سين اتحاد صاد؟ يعني ايه سين اتحاد صاد؟ يعني اخد كل العناصر اللي موجودة في سين وصاد دون تكرار. بالنسبة للتقاطع سين تقاطع صاد، اخد العناصر المشتركة بين سين وصاد. طب سين فرق صاد، اخد العناصر اللي موجودة في السين وغير موجودة في الصاد. طب صاد فرق سين، اخد العناصر اللي موجودة في الصاد وغير موجودة في السين. على سبيل المثال، اذا كان سين بتساوي المجموعة الف وب وصاد بتساوي المجموعة 3 و5 و7 والعين بتساوي المجموعة 5 و7 و9، واضح عندنا في المجموعتين صاد وعين عناصر مشتركة اللي هم 5 و7. فهو أول حاجة طلبها مني بيقول لي مثل المجموعات الآتية على شكل فين. طبعا سين دي يا جماعة لوحدها ألف وب، هيبقى هنرسمها لوحدها، ونيجي على الصاد والعين نعملهم داخلين في بعض كده عشان العناصر المشتركة 5 و7. رقم واحد أوجد سين ضرب صاد، رقم 2 صاد ضرب عين، رقم 3 سين ضرب عين، رقم 4 سين ضرب صاد اتحاد العين، رقم 5 سين ضرب صاد تقاطع العين، رقم 6 سين ضرب عين فرق الصاد. اول حاجه زي ما قلنا لازم نمثل على شكل فين. بكده هنا عندي المجموعه سين لوحدها بعيده عن الصاد والعين اللي هي فيها الف والب، صاد تقاطع العين عشان نرسم نخلي بالنا من العناصر المشتركة. واخد بالك معايا في الخمسة والسبعة عناصر مشتركة، خدت من الصاد كده 5 و7 يبقى فاضل لي 3 نكتبها هنا، خدت من العين 5 و7 يبقى فاضل لي 9 نكتبها هنا. تعالوا مع بعض بقى كده نجيب سين ضرب صاد. سين ضرب صاد، ركز معايا، هنبدأ من السين وادي الصاد، يبقى ألف وتلاتة، ألف وخمسة، ألف وسبعة، ب و3 ب و5 ب و7، اللعبه اللي انا قلت لك عليه. طيب لو عايز صاد ضرب عين نبدا من الصاد، يبقى 3 و5، 3 و7، 3 و9، 5 و5، 5 و7، 5 و9، 7 و5، 7 و7، 7 و9. رقم 3 عايز سين ضرب العين، السين فيها ا و ب، هنبدا من السين، يبقى ا ومين يا شباب؟ ا و5، ها ا و7، ألف وتسعة، ب وخمسة، ب وسبعة، ب وتسعة، ما ننساش نكتبهم في أزواج مرتبة داخل قوس المجموعة. نشوف كده رقم 4 عايز سين ضرب صاد اتحاد العين، السين فيها إيه يا شباب؟ فيها العنصر ألف وب، ضرب صاد اتحاد العين، مين يعرف يقول لي صاد اتحاد العين؟ هناخد التلاتة والخمسة والسبعة والتسعة، وعند السين أ و ب، هنضربهم في بعض يبقى أ و 3، أ و 5، أ و 7، أ و 9، ب و 3، ب و 5، ب و 7، ب و 9. نشوف كده مع بعض رقم 5 سين ضرب صاد تقاطع العين، السين برضو عند أ و إيه؟ أ و ب، التقاطع صاد تقاطع العين عند 5 وكام؟ 5 و 7، التقاطع صاد مع العين 5 و7، وعند السين ألف وب، يبقى هنقول له ألف وخمسة، ألف وسبعة، ب وخمسة، ب وسبعة. تعالوا كده مع بعض نشوف بقى ستة، رقم ستة اللي هي سين ضرب عين فرق الصاد. أنا عند السين يا جماعة فيها ألف وب، سين فيها ألف وب، مين العنصر اللي موجود في العين ومش موجود في الصاد؟ أيوة أيوة شاطر، 9. يبقى انا عندي المجموعه س أ و ب ضرب المجموعه 9، ونبدا نضرب، حاصل ضرب ديكارتي أ و 9 ب و 9. شوف كده الملحوظه دي يا جماعه، بيقول لي اذا كان الزوج المرتب أ و ب تنتمي لس ضرب ص، فان المسقط الاول أ ينتمي للمجموعه س، والمسقط الثاني ب ينتمي للمجموعه ص. بمعنى لو انا عندي زوج مرتب 1 و3 ينتمي لصاد ضرب س، يبقى الواحد ينتمي لمين يا شباب؟ ها
ايوه سامعك، ايوه صح، لصاد، والتلاتة بتنتمي لمين؟ للسين. طيب تعالى كده نشوف نوضح بالمثال ده قوي، افهم معايا وركز الله يخليك. اذا كان سين ضرب صاد بتساوي المجموعة واحد وواحد، واحد وتلاتة، واحد وخمس. اوجد رقم واحد عايز سين وصاد، عايز المجموعة سين لوحدها وصاد لوحدها. بعد كده لما تجيب سين وصاد، رقم اتنين هات لي صاد ضرب سين، رقم تلاتة هات لي صاد اتنين. تعالوا كده مع بعض يا جماعة نجيب السين. كل المسقط الاول ده تبع السين، يبقى الواحد وهنا واحد وهنا واحد، يبقى ينتمي للسين، يبقى السين فيها المجموعة واحد، عنصر واحد يا شباب، ما تكتب ليش واحد وتكرره، لا. تعالى كده نجيب الصاد، المسقط الثاني واحد وتلاتة وخمس، يبقى صاد بتساوي واحد وتلاتة وخمس. بكده تقدر تجيب صاد ضرب سين او سين ضرب صاد، يبقى سين ضرب صاد واحد وواحد، واحد وتلاتة، واحد وخمسة. طب صاد ضرب سين واحد وواحد، تلاتة وواحد، خمسة وواحد. نقدر نجيب نون سين ضرب صاد، ايوه، يبقى هنا عنصر واحد وهنا تلاتة، يبقى واحد في تلاتة بتلاتة. نون سين ضرب صاد هي نفسها نون صاد ضرب سين. طيب تعالى كده مع بعض نجيب صاد اتنين، بعد ما جبنا الصاد فيها واحد وتلاتة وخمسة، نقدر نضرب صاد في صاد اللي احنا بنقول عليها في الامتحان بتجيلك صاد اتنين، ركز الله يخليك. يبقى واحد وواحد، واحد وتلاتة، واحد وخمس، تلاتة وتلاتة، تلاتة وواحد، تلاتة وخمس، خمسة وواحد، خمسة وتلاتة، خمسة وخمس. المثال ده شائع قوي في الامتحانات، يقول لي إذا كان نون سين عدد عناصر سين تلات عناصر، تلاتة، وعدد عناصر نون سين ضرب صاد بخمستاشر، والسين هنا عدد عناصرها كام؟ تلاتة، يبقى عايز ايه؟ نون صاد عدد عناصر صاد كام؟ هنقسم ال 15 على 3 يدينا 3. عايز يقول لك هنا 3، 3 في كام يدينا 15؟ يدينا 5، يبقى ال 15 على 3 يدينا 5. مثال اخر، ده بقى تركه في الامتحان. اذا كان س تساوي المجموعه 2 وصاد بتساوي المجموعه 3، فإن نون سين ضرب صاد بتساوي كام؟ معظم الطلبة بتغلط في الامتحان في السؤال ده. السين يا جماعة هنا فيها كم عنصر؟ عنصر واحد بس. والصاد فيها عنصر واحد بس. الناس بتيجي تضرب بقى، الطلبة ايه؟ بتقول لك هنضرب 2 في 3 بكام؟ ب6، وحليت صح يا مستر. لا، حاسب. ركز عشان تجاوب صح، وافهم السؤال صح عشان تجاوب عليه صح. إذا كان س تساوي 2 عنصر واحد والصاد 3 عنصر واحد، يبقى عايز عدد عناصر السين في عدد عناصر الصاد. عدد عناصر السين كام؟ عنصر واحد، وعدد عناصر الصاد عنصر واحد، يبقى نضرب واحد في واحد هيساوي واحد. مديلك بقى شوية أسئلة كده تدرب نفسك عليها، وزي ما قلنا الجبر أو الهندسة مادة لذيذة، بس عايزة الطالب يحبها ويحل كتير وتدرب عليها. وأي حاجة هتقف عليك في الواجب ده تجيبها لنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. وتحياتي لكم بالنجاح والتوفيق، ما كان معكم مستر محمد علي.